الميمة كأفضل أغنية شعبية لل 2010 لمحمد دياب غمازات. طب أنا عايز أسمع سفلكو جامدة أوي أوي. يلا شباب يا حبيبي ده اللي خاف من أسمعكم. احنا لسه بنقول يا هادي وبنقول يعني يا رب كرمنا يا رب وكلل تعبنا وكلل مجهودنا اللي احنا تعبناه في السنين اللي فاتت دي خير. وانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ان هو يعني ان انا وقعت تحت ايد منتج زي الاستاذ نصر محروس، هو اللي قدر يصنع ده كله وانا شاركت بصوتي بس في التورتايه. يعني المهم انك ما تخافش من العفريت. ميدل إيست ميوزك أورد هي اختصار ميما، أي جائزة الميوزك أورد للشرق الأوسط، والتي تنظمها مجلة دير جست كل عام لتكريم المتميزين في مجال الموسيقى والأغنية بمصر والعالم العربي، وذلك بناء على تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمجلة. أفضل مطربة صاعدة لعام 2010 المطربة التونسية مروة بن صغير. أنا مروة بن صغير، كنت خريجة مستر أكاديمي والنهاردة فايزة بأفضل مطربة صاعدة. أكيد شعور حلو كتير ومبسوطة قوي اللي أنا أكون لتاني مرة موجودة هنا الحمد لله، فبس إن شاء الله يا ربي تكون هي البداية إن شاء الله يا ربي. طبعا نفسي في يعني في النجومية، ونفسي يعني نكون على خطوات ثابتة أكثر من هكا، وما نخيبش أكيد ظن الناس اللي قعدت تصوت لي وقعدت واقفة معايا كل الفترة دي، فإن شاء الله يا ربي نوعدهم يا ربي من هنا في صاعدة إن شاء الله يشوفوا بس الخير إن شاء الله يا رب. الفنان السوري محمد باش. بتشكر الكل جد على الجاز اللي سنحت الفرصة أن أكون موجود بمصر بهيك يوم حلو، وعن جد هي جائزة من أول الجوائز أنا بحصل عليها، وإن شاء الله هيك تكون مثل ما بيقولوا فال خير لقدام إن شاء الله. حبك دمرني ودمر حالي. جمهور روتانا، انا لي الشرف اني اكون معكم على هالشاشه الحلوه اللي بتجنن، ومن هون بمصر بقول لكم ان شاء الله ما تكون اخر طله لي عنكم، وان شاء الله من قدام لقدام ان شاء الله اكبر واكبر. شكرا كثير لكم. النهارده يوم تاريخي بالذات هنا في اجواء الساحل والصيف والبحر والحركات. الحمد لله يعني حسينا ان احنا مجهودنا بقى فعلا لي قبول عند الناس ولي مردود ان احنا اخذنا جائزه مهمه زي دي السنه دي. في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، عالمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوه ولبسه جديد. لآخر نفس فيا بنادي أموت وأنا بحب بلادي. شكرا، أشكركم جدا. أنا بصراحة مبسوط، أول شيء يعطيكم العافية على المجهود اللي تقومون فيه، وأنا وايد مبسوط بصراحة. هذه أول تكريم لي من سنتين من ظهرت مستار أكاديمي، سويت أغنيتين وكليب والحمد لله تم التكريم. هذا أول تكريم لي وأنا مبسوط، وهذا الجائزة التشجيعية راح تخليني أكمل إني أشتغل سناقل وأنزل ألبوم إن شاء الله، ووايد وايد مبسوط، وإن شاء الله السنة الجاية هم أكون موجود بإذن الله. بنشكر الناس اللي جت، وبنشكر الفضائيات اللي هي جت تنقل الحدث في ظل الأحداث اللي احنا فيها، بس الحمد لله كده كده في أحداث، كده كده الدنيا سخنة، فكده كده لازم الدنيا تهدى ولازم كل الناس تشتغل. وزي ما احنا انتوا اللي هتقيموا احنا نجحنا في التحديات ولا لا، ونتمنى لو احنا نجحنا حد تاني ينجح زينا ويعمل أزيب مننا، يبقى في تحدي شريف. زي ما في حدث سخنة وفي أحداث سخنة، في مناطق هادية بدليل ان احنا عاملين ايفنت هنا وفي نجوم هنا، والحمد لله السيفتي جميل جدا جدا والناس مبسوطة جدا جدا.
فبرضو انتوا اللي قيموا.